بدورها رئيسة جهة نواكشوط أكدت أن المشاريع التي تم وضع حجرها الأساسي تندرج في إطار الوفاء بتعهدات رئيس الجمهورية وتعكس مدى اهتمامه بمختلف جوانب التنمية في البلد. صاحب الفخامة، أيها السادة والسيدات، إن هذه المشاريع الأربعة التي نحن بصدد انطلاقها اليوم في إطار الأنشطة المخلدة لذكرى 63 لعيد الاستقلال الوطني المجيد، فضلاً عن كونها تندرج في إطار الوفاء بتعهداتكم الانتخابية، فإنها تعكس كذلك مدى اهتمامكم بمختلف الجوانب التنموية للبلد وحرصكم على خلق الظروف المواتية لترقيتها من خلال ترسيخ الديمقراطية وتمكين المؤسسات الدستورية من لعب دورها بكفاءة. كما أن مشروع بناء تجهيزات رياضية يعكس هو الآخر ثوابت سياستكم الهادفة إلى ترقية الشباب وتطوير الرياضة نظرا لدورها المحوري في الحفاظ على الصحة البدنية والعقلية وبناء الشخصية وتعزيز روح الاندماج والوحدة بين مختلف فئات ومكونات المجتمع. وانطلاقا من هذا المفهوم، فقد كرست جهة نواكشوط حيزا من مخططها للتنمية الجهوية لترقية الرياضة بصفة عامة سواء الذهنية منها أو البدنية، والعمل على تطويرها ودعمها وتشجيع الشباب لممارستها بوصفها حاضنة ووسيلة مثلى للحيلولة دون انخراطهم في منزلقات التطرف وانغماسهم في وحل الجريمة والإرهاب. فقد قامت جهة نواكشوط بعدة أنشطة رياضية نذكر منها على سبيل المثال للحصر تنظيم كأس رئيسة جهة نواكشوط للفئات الشبابية ما دون 17 سنة تحت شعار لا للمخدرات، حيث شارك فيها ما يناهز 1700 مشارك من مختلف مقاطعات نواكشوط التسع، توزيع بعض المعدات الرياضية على الأندية غير المصنفة ودعمها، تنظيم كأس رئيسة جهة نواكشوط للكرة الحديدية، دعم البطولة الرمضانية لكرة القدم داخل الصلاة، دعم البطولة الرمضانية داخل الأحياء خاصة الطرفية منها، تنظيم بطولة الفروسية، تنظيم مسابقات للإبل. ولمواصلة جهودنا في هذا الصدد، فنحن الآن قيد الإعداد لتنظيم النسخة الثانية من كأس رئيسة جهة نواكشوط نظرا لما حققته النسخة الأولى من تفاعل من طرف الأندية الشبابية والفرق المشاركة. صاحب الفخامة، أيها السادة والسيدات، إن غيرتنا على مصالح الوطن واهتمامنا بكل ما له صلة بخدمة المواطنين وعملنا على تعزيز لحمة النسيج الاجتماعي وتعبئة كل قواه الحية للالتفاف حول الخيارات الوطنية الكبرى تجعلنا أول المواكبين والداعمين لبرامج ومشاريع الحكومة.